السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مقابلة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. هذا البرنامج الذي يستهدف تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية عن النكبة والجهات المسؤولة عنه، تحالف العودة إلى فلسطين في أمريكا وفلسطين في الذاكرة palestineremember.com. اليوم هو الأربعاء الموافق الثالث من شهر أيلول عام 2003. نحن في مخيم الحسين عمان في بيت الحاج أبو صلاح. أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول من الأسئلة يهدف لتكوين صورة عن الحالة الإنسانية والاجتماعية والثقافية لشعب فلسطين قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لنقل صورة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مخيمات اللجوء والشتات. أجرى هذه المقابلة عبد المجيد ياسين دنديس. القسم الأول والسؤال الأول للحاج أبو صلاح هو إذا ممكن أن تعرفنا بالاسم الكامل. صبحي العلي أحمد السبع. نعم. إذا ممكن تعرفنا أيضا تاريخ الميلاد. 1933. الاسم الكامل للوالد. حاج خليل أحمد السبع. الاسم الكامل للوالدة. مريم حسين علي بن مواس. من أي مدينة من مدن فلسطين حاج أبو صلاح؟ يافا. إذا عدنا بالذاكرة قليلا ولو لمئات السنين قبل عام 48، ماذا ممكن أن تحدثنا عن عائلتك؟ كيف استقرت في مدينة يافا ومنذ متى ومن أين أتت؟ والله احنا الأساس بتاعنا من دير قديس. نعم. جدي. وأين تقع دير قديس؟ قضاء رام الله الآن. نعم. فكان حياة بتيد جدي سنة 23 هاجر على يافا. نعم. مشان العمل والشيء أب. فهناك يعني تربى والدي وولدنا احنا. نعم. أنا ولدت في مدينة يافا سنة 1937. نعم. وإخوتي الله يرحمهم توفوا وكذا. تعيش. فالشيء يعني إن إحنا أساسنا فلسطينية من مئات السنين. نعم. إذا تؤكد حاج أبو صلاح أنك ابن مدينة يافا وعائلتك موجودة فيها من مئات وربما آلاف السنين. نعم. إذا ممكن بدنا نبدأ بالحديث عن يافا المدينة وكيف كان الحال فيها قبل عام 48. خلينا نبدأ بالمدارس التي كانت في مدينة يافا، هل تذكرها؟ والله بذكر أربعة منها، لأني ما دومت إلا الصف الرابع ابتدائي أنا. نعم. فمدرسة شبيك الأنصاري في مدرسة الثقافة فكانت بالعجمي. نعم. عند كلانتينا بيقولوا لها. فدرست فيها للرابع ابتدائي. نعم. بعدها يعني لأن التعليم بقى قليل عندنا في فلسطين بالنسبة للأهالي الأولانيين. فلما بدك تطلع على مدينة يافا مدينة عظيمة وبقى فيها الأحوال يعني شو بدي أقول لك عمان اليوم ولا شيء بالنسبة لمدينة يافا. نعم. لأن بقى فيها يعني الأشياء شيء الشوارع سنأتيها بالتفصيل حج، لكن خلينا الآن بالمدارس. يعني أبرز المدارس التي تذكرها كانت في مدينة يافا. مدرسة الفرير. نعم. مدرسة الثقافة العربية. الفرير أين كانت تقع؟ بالعجم في أول طلعة العجمي. نعم. عند الثقافة العربية. الثقافة العربية بقت بال آخر مين هذا عند العجمي فوق. نعم. يعني متقسمين العجم يا ظن منطقة العجم. نعم. ومدارس أخرى؟ في مدارس بقت في هذه أسامي بأسامي المعلمين يسموها يعني. نعم. مدرسة حسن عديلة، مدرسة الأنصاري، مدرسة الثقافة العربية. نعم. هذول بقوا يسمون أسامي هذا، أما الحكومية اللي بقت موجودة عندنا في هذه البرير.
الفرير. الفرير هي بكت ما تابع للحكومة الإنجليزية. حضرتك في أي مدرسة درست؟ الثقافة العربية. الثقافة العربية. هل تذكر اسم مديرها؟ الشبيك الأنصاري. نعم. اسم بعضا من معلميها؟ والله بأذكر حسن حليلة. نعم. ومحمود التيم ومنصر محمد يعني. وكشيخ اسمه عبد العزيز بن يزور. نعم. شيخ أحمد عبد العزيز. نعم. يعطينا دين بن يزور. هذه المدرسة إلى أي صف كان الطلاب يدرسون فيها؟ والله بقت التوجيه. حتى التوجيه. هل تذكر أيا من زملائك الذين رافقوك في رحلة الدراسة في هذه المدرسة؟ والله في عم محمود حسين وفي مازن الأنصاري وفي حسن محمود وفي نعم. محمد أبو فضلة يقولون. نعم. فدول الغدية الله يرحمهم موجودين بعلمش والله معلم الشيء أنا فرق معنا في 48. مساجد مدينة يافا بتذكرها؟ والله في مسجد كبير هو في شارع الساعة ومجلس جامع حسن جامع شو اسمه سبيل ابن بوت هذا بعد شارع النسخة بأول شارع النسخة بيجي نعم قدرة وجامع البلد القديمة البلد وجامع شو اسمه هذا جوامع كثير بكى فيها بيافا بس يعني قديم احنا يعني الاشي اللي بتتذكرهم ابرز الجوامع اللي كانت نعم في ذاك الوقت والجامع الكبير بتاع يافا وجامع سبيل ابن بوت هذا بكى بشارع فؤاد الملك فؤاد نعم وجامع يعني بكى بالبلد القديمة هذا نعم تتذكر الحارات الرئيسية في مدينة يافا؟ سكاك البطنة شارع الرمالة نعم شارع شو اسمه ساحة الساعة بعدين في شو اسمه هذا النزهة في البصة هلا بالفوتبول ولا بالفوتبول فيها نعم مناطق يعني بقت فيه منتزهات كثير فيها و... نعم حضرتك من اي حاره من حارات يافا؟ والله انا من سكاك البطن مكينة قاعدين نعم المسجد اللي كان عندكم بالحاره بتتذكره؟ والله صغيره فكان ما موجود في جامع يقول الشيخ حسين نعم القديمه عند في هناك حمام معتير في داخله في زي الصباط نعم تتذكر اسم الامام اللي كان بمسجدكم؟ الله يمكن الشيخ حسن الله العليم الشيخ حسن واسم المؤذن والله المؤذن هو اللي بقى يأذن هو يمديهم يعني لأنه بقى يودي الفطور بالسحور قريب على دارنا هو نعم بقى بالفطور نودي الأكل نعم الشيخ حسن المقامات والزوايا اللي كانت في يافا بتذكر شيء منها؟ المقامات والزوايا يعني أغلب بقى يصير في الجامع الكبير لأن فيه بقى حوالي يمكن 30 رواق في هذا الجامع الكبير عند السجن هذا وساعة ساعة كبير بقى يصير حوالي يمكن فوق 10,000 أو 20,000 نعم مقامات أنا قصدت بالمقامات يعني اللي شيخ مراد نعم شيخ نعم. مراد أين يقع مقام الشيخ مراد؟ بطريق يزور نعم على وانت رايح على طريق يزور نعم غيره في كان مقامات في مدينة يافا هو سبيل ابن بوت هذا يعني زي ما تقول مقام بكى ما هو جامع بعد زوايا كان في عندكم زوايا بالمدينة الزوايا احنا بنقصد اللي هم شيوخ الطريقة يعني كانوا يقولوا في قادرية في عمرية في شاذلية في تذكر حدا منهم والله في هذا بالقرى بكى الشيء بالمدينة احنا بالمدينة ما بكاش الاشياء هذه ابدا اما بالقرى بكى في يعني تقول الكبرعيني الرفاعي كذا هذول نعم هذول اللي بقصدهم انا هذول كان لهم كل شيخ طريقه له زاويه هذول بقى يطلع الرمله لانه في اللج عنده في عيد
بعرف شو بالمواسم، موسم النبي صالح، النبي صالح، موسم النبي موسى، ايوه هذول بكوين يحملوا البيارق، البيارق او اللي يعملوا يعني زي احتفال، احتفالات. نعم نعم. فشو عندنا بيابا ما يسووش فيها؟ نعم. لان عندنا احنا يابا تمدن، الصحيحه ان يابا مدينه تمدن. نعم. ما كانش فيها يعني زي تقول المناطق اللي القرى تكتب على مدينة يافا. أكيد. يعني بكون يجوا عندنا بالقرى على يافا يتفرج تبريج على أهل يافا. نعم. يعني مناطق مناطق زي ما تقول جبل عمان، جبل حسين، اليوم عندنا في الأردن. نعم. شو ممكن حج أبو صلاح تحدثنا عن المجلس البلدي في مدينة يافا؟ والله كان انتخاب. نعم. انتخاب يصير أعضاء ورئيسة. نعم. فآخر مرة يعني عند محتلة الصعيد كان يوسف هيكل. هو رئيس البلدية. هو رئيس البلدية. السيد يوسف. يوسف هيكل. يوسف هيكل. نعم. تذكر حدا من أعضاء المجلس البلدي اللي كانوا معه؟ والله صور ما يتذكر لك سمين، يتذكر لك سمين بس ما. مش مشكلة، بنحاول خلال المقابلة نتذكرهم. شو هي أهم الخدمات اللي كان يقدمها المجلس البلدي لأهالي مدينة يافا؟ والله الخدمات المية. نعم. المية بقت من مسؤول عنها بلدية يافا. نعم. كانت في شبكة مياه تصل إلى المنازل في المدينة. فكان المنطقة إحنا البصة هذه كلها هذه منطقة مائية يعني. وكان قريبة عن النزهة. منطقة النزهة يعني كلها أشجار وكلها منتزهات وكذا. نعم. لكن بتطلع على المي اللي سمت البلدية. دي سمتها البلدية، ما كانتش إسرائيل مسيطرة عليها. نعم. إن الكهرباء سيطرة على إسرائيل. إسرائيل سيطرت عليها فكانت مد يافا إسرائيل والبواطير جايين باسم إسرائيلي. نعم. وهي موجودة معي. نعم. أما الكهرباء كان يجي المية تيجي باسم بلدية يافا ومعاي بواطير فيها في شيء. نعم. إحنا أكيد رح نجي بالتفصيل على كل هاي المسائل، لكن كان بهمني انه احنا نحدد اهم الخدمات اللي كانت البلدية تقدمها لأهالي المدينة. فذكرت حضرتك انه في مجال تقديم خدمات الماء، الكهرباء، والنظافة العامة، والشوارع، كل شيء ما هو مسؤول عن المدينة زي ما هي مسؤولة. محطة القطار في مدينة يافا، هل تذكر اين يقع؟ اين تقع هذه المحطة؟ محطة قطار. قطار سكة حديد من يجي عن طريق الجلد. المحطة وين كانت؟ المحطة بقت موجودة عند المحطة يمكن بقت الله مش مشكلة، ممكن أثناء المقابلة نتذكرها. محطة الباصات والتاكسيات تذكر وين موقعها؟ والله التاكسيات في الاسكندرة، في الاسكندرة عوض. نعم. في الاسكندرة عوض. نعم. فكانت في منطقة ساحة يعني تيجي على سعيديه وتقطع بين اسرائيل بين تل ابيب بين يافا. نعم. سعيديه هذه. نعم. هذه المنطقة واسعة هذاك الاسكندرة يقولوا لها شارع الاسكندرة عوض. المنطقة هنا فيها سينما نبيل ومنبيل وكذا. فهذه بقت منطقة هي للتاكسيات. وبكت تاكسيات خفات يعني. ما بكت تاكسيات كثير. يعني بنعدل من عدد 2000 او 3000 او 4000 سيارة بمدينة يافا. الباصات، محطة الباصات وين؟ الباصات بكى برضه كان بكوا عند كبار السينما الحمراء عند منطقة بيقولوا لها السوق القديم. السوق القديم بكى هذا بيعملوا حدادين فيه وبيعين اواعي عتوك نعم. تذكر حج أبو صلاح وين الاتجاهات اللي كانت تنقل إلها الباصات والتاكسيات داخل المدينة يعني بأحياء المدينة وخارج المدينة وين كانت تتوجه؟ والله بقى تتوجه على القرى الموجودة يزور بيت دجان كبر عادة ساكية. نعم. اللودية المدن الثانية وين كانت تنقل على المدن الثانية؟ من يافا تنقل على يدور على بيت دجن على هذه القرى المجاورة للمدينة. لكن على المدن الفلسطينية الأخرى وين كانت؟ بكرت محطة باصات الليل. نعم. عند جنب السينما الشرق في يافا. نعم. في دخلة هناك كبيرة بكرت في سينما الشرق. بكرت يصب هناك يقول هذا
موقف بساطة الليد. نعم. الليد. نعم. والليد بقى يطلع من الليد على الرملة ويطلع على ينزل على الليد. لما يجي على الرملة أول بعدين يطلع على الليد. نعم. ما كانش في خط يافا القدس؟ بقى يطلع من القدس تاكسيات اسمها تاكسيات نبيل. اها. هذول بقى في شو اسمها في خط النزهة. نعم. عند النزهة عند فؤاد الدجاني. نعم. في مستشفى فؤاد الدجاني. نعم. احنا الان وصلنا للسؤال عن المستشفيات. نتذكر المستشفيات اللي كانوا بمدينة يافا قبل عام 48. اه والله مستشفى فؤاد الدجاني. اين يقع حج ابو صلاح؟ هذا بالنزهة في اول سكان عرض بالنزهة. نعم. في منطقة اسمها منطقة النزهة. نعم. وهذا مات هناك الله يرحمه وحطوه حنطوه وحطوه في قزاز. لحد الان موجود بيقولوا يعني. نعم. المستشفى موجود. نعم. مستشفى الفرنساوي. فرنساوي اين يقع؟ هذا بقى في يافا عند مسلمة الفريق قبل ما تنزل على المينا. هذا مستشفى. نعم. غير الفرنساوي وبقى في مستشفى الكرنتينا هذا في العجمي. نعم. ومستشفى الصحة الكرنتينا بيقولوا لك. نعم. يعني زي تقول بتوع ان هنا مستشفى الحكومي. نعم. صيدليات بتتذكرها؟ والله صيدليات يعني في صيدلية نبيل بكر. وين؟ صار في عندنا في منطقتنا عند سكر البطنة وبكر في واحدة اسمها نبيل كنت لك عنها في نبيل. نعم. في واحدة اسمها سيدي مش مشكلة أثناء المقابلة اللي بنتذكره ممكن يعني نعيد مرة أخرى. المقاهي بمدينة يافا تذكرها؟ مقابلة المقاهي. مقاهي نعم. مقاهي. نعم. كاو داو دايف هذه بنص بنصه كل قبل سوق الدير. أها. هذه بيقولوا لها قهوة الكزاز. تمام. اسمها قهوة الكزاز. تمام. داوود عايش. وقهوة البحر. قهوة البحر وين؟ اللي وأنت نازل على المينا عند الكشلة عند الجامع. أها. عند الجامع الكبير وعند الكشلة. نعم. في الكشلة هناك. نعم. وقهوة ما هو عادي. الله يقول لك في قهوة في العجمي. أقول لك أو تبتوت لأن سمعي نعم الكلمة نعم مش عشي أنا لكن هل بقينا طويل زي أظل الله أسمعها يقول لك كاوة تبتوت. نعم. فهي كاوة هذا العجمي بكى يعني والله يقعدوا فيها ناس يعني الناس آخر نهار وشي أما هي أكبر كاوة كاوة داود عايش يعني البكى التجار كلهم يجتمعوا فيها على تقريب الصبح. نعم. نعم. البريد وين كان حج ابو صلاح؟ البريد يا سيدي البريد مش مشكلة. بدنا نحكي الان عن اسواق مدينة يافا اذا ممكن تعد لنا اياها وين يقع كل سوق؟ والله اكبر سوق في يافا سوق اسكندر عوا. نعم. هذا سوق اسكندر عوا بيجي حوالي كيلو متر هذا الجميع بيبيع جميع انواع الكماش والكذا. نعم. بعدين سوق البلابسه. اين يقع سوق البلابسه؟ سوق البلابسه هذا بيقع فوق البحر في شارع يعني بدك تقول في دخله منها بتخر على الجامع الكبير ودخله بتطلع على جهة ثانية. نعم. شو الشغلات اللي كانت تنباع فيها للسوق؟ والله هذه يعني انباع فيها مشاة حراير وزي ملابس. نعم. واحد البلاد وبراطين وبراطين كذا. نعم. ذكرت لنا سوق اسكندر عوض. سوق اسكندر عوض. سوق الملابسة. غيرهم شو في اسواق؟ في سوق هذا العجمي. نعم. سوق هذا سوق الامل. نعم. هذا بقى بالعجمي هذا بكون
يدعوا عليه عن الناس تقول اللي ايدهم طائله يعني غالي البدلات وكذا وجهاز العرايس وجهاز العرايس وكذا يعني غالي. نعم. اما هو اسكندر عوض بدها يقول يعني شارع البقره هو واسكندر عوض جميع الاشياء اللي بدك اياها معك هو مصري واحد لك فيه موجود. نعم. شارع اسكندر عوض. نعم. المخابز بتتذكرها اللي بمدينه يافا كانت قبل 48؟ والله المخابز احنا معي رخصه في مخبز. نعم. طبعا ما قليل المخابز لها يعني اسامي ما يسموهاش بالاسامي يعني. نعم. مخبز الحاج خليل محمد مخبز بحارتكم مثلا صدر. شو المخبز اللي كان؟ والله احنا مخبز لنا بكان. نعم. وهي معي رخصه. باسم مين كان؟ باسم الحاج خليل مخبز الحاج خليل. مخبز الحاج خليل. نعم. ومخبز ابو فرج مخبز ابو حسن ليلة. نعم. ويعني ما يعني اسامي اصحابها. نعم. ما يحطوا عليها يعني ارمال. يعني في يافا بدك تقول ارمال قليله بكت. اذا المستشفيات والصيدليات المحلات او الاسواق يحطوا على بابها من برا. نعم. الاسواق يحطوا يعني سوق البلابسه او سوق اسكندر عوض او كذا يحطوا ارمه كبيره. نعم. اما ما يجوش يعني كل تاجر يحط اسمه او الفنار بتذكروا الفنار حاجة أبو صلاح؟ مين؟ الفنار 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 فنار يعني ايش هو هذا النار؟ المنارة تاعت البحر بتذكرها؟ المنارة المنارة كيف بروح عليها؟ نعم وين بتجي؟ هذه المنارة بتيجي عند الميناء اللي بعد ما تطلع من الجامع كبير تنزل. نعم. انت نازل من الجامع الكبير تنزل عليه. بدنا نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في القسم الثاني من هذه المقابلة إن شاء الله. شكرا. والآن نحن في القسم الثاني من هذه المقابلة مع السيد صبحي خليل أحمد السبع الحاج أبو صلاح من مدينة يافا ومن مواليد عام 1933. وكنا في نهاية القسم الأول قد وصلنا لسؤال الحاج عن الأسواق الرئيسية في مدينة يافا وننتقل إلى سؤال جديد. هل تذكر الفنادق التي كانت في مدينة يافا؟ الفنادق وقع فندق ملك فؤاد. نعم. أين يقع كان؟ في شارع الصديق أبو نبوت. نعم. عند سوق الدير وفندق غازي ملك غازي النبكوية ما يسموه بأسان الملوك في عندنا فلسطين. نعم. فندق الملك غازي في أين يقع؟ هذا بقى يقع في طريق السلمة الحمراء. بعدين في عندك فندق الزرافية بيقولوا له. هذا بقى عندك ساحة الساعة. هذا مش المبادئ التماثيل مسرح يعني مسرح. نعم. ما فيش في مسرح بقى عندنا في يافا الا هو هذه الزرافيه بيقولوا لها. المسارح ما في بقى في السينمات. نعم. دور السينما بتتذكرها؟ والله نبيل. نبيل وين؟ نبيل هذه في اسكندر شارع اسكندر عوض. نعم. وشرق بقى عند الساعه ورا سوق الدير والحمراء في شارع النزهه. جنب البصه. نعم. الأديرة والكنائس بتذكرها اللي بالمدينة؟ والله الأديرة هي بقت في القلعة هذه كلها جرسية. في منطقة البلد القديمة جرسية وبقى في عند مدرسة دبرير كنيسة أم المؤمنين بيقولوا لها كنيسة مريم بس أغلبهم يسموها كنيسة أم المؤمنين. نعم. الشواطئ بيافا متذكرها؟ والله هو الشاطئ اللي عند السينما عند الكشك وعند قهوة الكزازة اللي على البحر. نعم. ما كانش فيه يعني عندنا تقول شط خاص بك في النهار
يغسلوا فيه السلام في الليل مسوار ما بقاش يعني يختلطوا فيه. أما في تل أبيب بقى في قاطع بين المنشية وبين يافا زي سبب البطون بالبحر هذاك بكون الكازينو، الكازينو تبع إسرائيل كازينو اسمه. احنا ما كانش عندنا كازينو، عندنا بقى شط بحر يستعملوه النسوان بالليل والزدان بالنار. وأماكن التنزه اللي كانت بالمدينة؟ والله هي هناك مناطق التنزه هي بكت فيها النزهة المنطقة الغربية هذه اللي بكت فيها مستشفى الوائد الدجاني لأن كلها شجرة ومنطقة بصرة ومنطقة عند بساطة بلد الرملة كلك عنها منطقة واسعة فيها بكت الناس يعني يروحوا للظهار ويجي يلعبوا سكوتات وسكوتات وكذا فيها. شو بتتذكر عن صيد الأسماك في مدينة يافا والصيادين؟ والله الصيادين بقوا يجيبوا الأسماك من البحر ويدروا على الشط وقسموا ويصير يبروا فيه كل شكل لحال وصغير يخلوه على الشط. سوق السمك وين كان؟ سوق السمك بقى بقى سوق البلابسة. نعم عند شاحن. متذكر اسم شيخ الصيادين بمدينة يافا؟ والله اسمي ما بعرف ما بكو يعني احنا صغار ما دخلت فيهم. نعم. حاج ابو صلاح تتذكر الصحف والمجلات اللي كانت بمدينه يافا قبل عام 48 اللي كانت تتوزع بالمدينه؟ والله احنا عندنا جنب دارنا بالضبط ولحد الان موجودات الماكينات اللي هي فلسطين والدفاع جريده فلسطين وجريده والدفاع هذه بالكاك البطنه. نعم. جنة يعني بيننا وبينها بس 20-30 متر بس حواصل كبيرة وما ماكينات جواها. يعني في ناس قالوا لي ان لحد الان مسكراتهم لحد الان مسكراتها. نعم. المجلات اللي كانت تتوزع بالمدينة تتذكر؟ هي الفتوى اللي بقول لك عن الفتوى هذه انا زدت مع الفتوى. نعم. اللي بقوا يحطوا انا ربطة وزي القرافة دلية الدائرة فيها زي حبل وشو اسمها هذه الكسكيت هو الأرض. نعم. هذه الفتوة يقولوا الأرض. نعم. يعني ما كاش فيه عندنا فيها يعني منظمات أو لا لا أنا بقصد المجلات المجلات. المجلات. نعم. المجلات بكى فيش مجلة العربي هذه. هذه بكى تيجي من برا. نعم. مش من عندنا. نعم. باول علينا من لبنان من منطقة ثانية بعرفش من مجلة العربي اسمها وبكى زي الدفتر تيجي فكاش تيجي يعني من ألوان وكذا. الراديات كانت منتشرة بالمدينة؟ والله منتشرة بس بكت أغلبها يعني أولها بكوا على بطاريات بطاريات سيارات مسيرات بعدين صاروا يجيبوا بطاريات عادية. نعم. متذكر الاذاعات اللي كنتوا تسمعوها؟ والله الاذاعات هي يعني بكت الشرق الاوسط اللي هي الاذاعه اللي بكت احنا الشرق الادنى. الشرق الادنى تمام هي الشرق الادنى اللي بكت عندنا يعني خاصه عندنا. نعم. وغيرها؟ ويعني مصر بك ايامها الخديوي ومن الخديوي. نعم. تتذكر المصانع اللي كانت بمدينه يافا؟ والله مصانع يعني بتقول باسم مصانع معلبات او كذا ما كانت موجود. يا ما بقى موجود هالشيء ما بقى في يعني البرتقال الفواكه شغله كان مع الاسبوع بشيء وكذا. اما عندنا مصانع تشتغل ما كانش موجود ايام. المطابع متذكرها؟ والله بالضبط بتذكر واحد مطبعه الشرق. وين هذه؟ هذه بقى تسيدي مع موجودة بالعجم. بالعجم. نعم. طيب أبرز أو أهم الشركات اللي كانت بمدينة يافا متذكرها؟ شركات معنى إيش يعني شركات؟ الشركات اللي بتعاطى بالتجارة وال هي قلت لك أنا هي سوق الديرة بقى هذا منطقة تجارة. نعم. هي يعني كل التجارة الموجودة من حبوب وطحين وجميع الحبوب والأشياء هو هذا سوق الدير. نعم.
تذكر أبرز التجار اللي كانوا بمدينة يافا؟ والله في بواب وفي دار الحوت وفي دار الآن شركة فلسطين هذه تاعت اللي بتوزع الشاي؟ نعم مع عبد المعرفي، ويعني دار القطان بكوا مسلمين كمان قسم تجارة. نعم. تجارة. نعم. والدجاني بكوا مسلمين بترول. نعم. مضخات البترول اللي بكوا فيها جميعها يضر الدجاني اللي بكوا يستعمل البترول. نعم. البترول الكليات اللي كانت بيافا بتذكرها؟ والله كليات ما بعرف. نعم. كنت بدك تحكي لي اشي عن السرايا، اذا ممكن تتفضل تحكي لنا عنه. والله السرايا هذه منطقة انا بكيت يعني ابن 13 سنة. نعم. وبكيت ادشر البيت اروح اكل فيها. يطبوا بيها وفاصوليا مع بندورة. ويعني كل وقت بدك اياها تروح تاكل فيها. نعم. ما كنتش اعرف والله انا ايامها او ما سألش ابوي مين اللي بيصرف عليها. هم شؤون الاسلامية او اما الاستعمار البريطاني. لكن هذه بكت يعني زي ما تقول. شو كانت تضم مبنى السرايا؟ ساحات واسعة يعني. شو الدوائر اللي كانت فيها؟ الدوائر الحكومية؟ فيش دوائر، دائرة يعني موظفين. نعم. تحت مطابخ وفوق اكل، صلاة اكل. نعم. ذكرت لأنه في حادثة صارت بالسرايا. هي هذا لغموها سنة الواحد واربعين او 42 او 41. نعم. رغموها راح فيها بحوالي 60-70 واحد والله يعني. شهداء. والله. نعم. يعني قبال كشلة بالضبط، قبال السجن. نعم. بتاع يافا. نعم. قبل 48 خدمات الكهرباء كانت واصلة للمدينة عندكم بيافا؟ كانت كل حارات يافا الكهرباء موجودة فيها؟ سنة قديش؟ قبل 48. احنا سحبنا كهرباء ومعاي فاتورة بسنة الـ40. نعم. معاي فاتورة فيها. نعم. وخدمات الهاتف. الهاتف يا سيدي بدك تكون بالـ43 بالـ43. نعم. سحبنا تلفون. نعم. وبقى عندنا رقم عارف الهجوم. ممكن تقول لي. 1-56-56-56. نعم. هذا اليوم بتذاكره. نعم. وشبكات المياه والصرف الصحي كانت موجودة بالمدينة؟ موجودة من البلدية، مصرف عليها البلدية. نعم. والكهرباء مش بتشرك عليها شركة إسرائيلية. نعم. خزانات المي اللي كانت يعني تسقي البلد نتذكرها الخزان. بالبصة. وجدات البصة. نعم. الأنهار اللي بيافا نتذكرها. والله أنهار هي ما يعني في المدينة ما فيش فيها أنهار. اما بقولوا ان في اللد بكى في نبع منطقة اللد. نعم. اما هي يافا يعني بتقول ساحلية وين ما تبحث يطلع مي. نعم. الجار يعني. نعم. يعني انت عندك دنهم ارض او دنمين ارض تقدر تعمل بير من نفس المنطقة بتاعتك بيبحث حوالي 50-60 متر او 20 متر او 30 متر يطلع مي. نعم. حول مدينتك يافا كان في مستوطنات يهودية؟ والله سنة كديش؟ قبل 48. قبل 48 بكى عدد الإسرائيليين فيش يعني بعد 20,000. أنا يعني بقصد مستوطنات. لا مستوطنات لا بكى في عنا عند المنشية. نعم. جنب المنشية في تل أبيب هذه وصارونا لما إسرائيل استرت المناطق هذه منا. نعم. ما بدناش نجيب أسامي إحنا. نعم. هي منطقة تل أبيب هذه انباعت من قبل. نعم. المهم بالأمر أن تقدمت إسرائيل من تل أبيب على المنشية. نعم. وردوهم بقولوا إحنا أولاد المنشية عمالين السبرية، إحنا بلد وبلاد بلاد سكتريا اللي بحكينا. نعم. هذا بتاعين المنشية. نعم. وبقينا إحنا نروح نساعدهم. اليوم ما يجي يعني يجوا بطاط يقولوا يعني بدنا مساعدين نروح نساعدهم في النزهه. نعم. في المنشيه يطلع اليهود يهربوا. نعم. على تل ابيب والله. نعم. خبوا في تل ابيب ما يجوش النور. نعم. هذول اللي كانوا مجاورين لكم من اي دول استخدموهم؟ كانوا يقولوا مثلا هاي المستوطنه المانيه ايطاليه فرنسيه؟ كان في مستوطنات احنا عندنا هم صاروا في بدك تقول 42 و43
صاروا يشتروا من بعض القرى من الخرية من سلمة من الدجل يشتروا أراضي باسم مستعار ولما يصير عندهم 20-30 درهم يعملوا فيه غرفتين خشب ما خشب وبعدين سووا مستعمرة حطوا عليها أسلاك صار في 45 صار عندي مستعمرات بيوت خشب بيوت خشب وصاروا يجيبوهم برا يحطوا فيهم ناس اللي كانوا يجيبوهم هذولا تتذكر حاج ابو صلاح من اي دول كانوا يجيبوهم من المانيا من ايطاليا والله اذا بدك المضبوط انك يجيبوهم عرب عرب يا من مصر يا من ليبيا يا من اليمن اليمن يا من المغرب يجيبوهم عرب بيحكوا زينا زيهم كل شيء عن يهود بعد صاروا يجيبوا يهود عاد من بولونيا ومن امريكا ومن استراليا ومن استوردوا السوراد يا اخي السوراد زي ضاع كمان حج ابو صلاح طول 48 كان في صالونات حلاقه بمدينه يافا موجوده والله يعني ممكن تذكر لنا موجوده يعني اللي بحارتك واذا بتعرف حارات اخرى في صالون تيسير بقيت عليك عندنا متذكر اسم صاحبه هو تيسير تيسير ايش؟ والله تيسير ما بعرف تيسير حلبي تيسير حلبي نعم. الله العظيم نعم هذاك يعني موجودين ذاك وتزيين وتزيين وشامبو وما شامبو ما اعرف شو ممكن نعم موجود ملاحم كان في ملاحم؟ كل ملاحم وملاحم كانت تتذكر اللي كانوا بحارتك؟ والله في مناطق عندنا يعني هي عند داود عايش هذه هناك بقول بيعوا اسماك ولحم وبعدين بقول بيعوا بر بالبر من غزه يجيبوه نعم كذا بقول اسواق يعني عنده نعم بس يا اخي ما بقولش احنا ارماد عندنا في يافا بال 42 وال 41 بقول يحطوا ارماد يعني شركه كذا او شركه فلان شركه عمان نعم بقول والله محل فلان فلان نعم. باسمه نعم. بس تتذكر اسماء عائلات مدينه يافا؟ والله دار الدجاني ودار الحوت ودار ال دار الابيض ودار فراج ودار كثير يعني ابدا اعيد الذاكره نعم اغلبهم يعني في من عمان انا في خمس ست عيال يعني كبار نعم وعرفوا ان الاشياء بدها تصير ويشوفوا اجوا على البلاد هذه معاصر زيتون كان في مدينه يافا معاصر للزيتون والله معاصر الزيتون ما كانت في اللد ما كان كانت في اللد اللد نعم مطاحن للحبوب مطاحن مطاحن سكردي وين كانت هذه المطاحن هذه بقى في العجمي بالعجم معي بطوره من اول نعم حج ابو صلاح شو كانت مهنتك انت قبل 48 والله انا بقيت بالمدرسه بالمدرسه يعني لما قبل ما اطلع من تقول وعمرت نهار بقيت في الصف الرابع نعم وطلعت وبعدها يعني صار 16 جوزوا زوجوك آه. طيب شو كنت تشتغل شو كانت مهنتك والله مهنتي مع ابوي فران نعم مهنة عائلتك اذا والدك كان فران فران وذكرت لنا انه كان الفرن له ملكه اي من عايح ترصة نعم البيت اللي كنتوا تسكنوا فيه عائلتك كان بيت ملك ولا مستأجر لا ملك ما يروح نعم ممكن تعرض لنا الكوشان تاعه على الكاميرا اذا ممكن ترفع لنا اياه كمان شوي ننزل شوي بشكل بطيء ماشي شكرا حاج ابو صلاح ممكن توصف لنا اياه البيت كيف كان الطراز المعماري لبيتكم والله المعماري كرميد نعم لانه بكى البطول القديم كرميد بكى نعم البناء كيف شكله كان قناطر عقد جملونة نعم ممكن توصف للمشاهدين شو تقصد بجملونة جملونة هذه يعني بقولها اذا بتقول جبل زي ظهر الجمل زي ظهر الجمل نعم كيف من الداخل كان جاي والله يعني زغرب الواحد زي ما بده نعم يعني يدهن لون البيان لا مش الالوان انا بقصد شكل العمار يعني كان في عقد كان في قناطر لا عقد ما فيش ما في
أما العمارات عادية زي العمارات عمان. نعم. العمارات عادية بحجر. نعم. حجر جيبوه من القدس. طيب بتتذكر من متى تم بناء هذا المنزل اللي كان منزلكم في يافا؟ والله على ما أذكر أن أبوه يعني بجوز قبل ما ألد أنا سواء. نعم. قبل 33. نعم. شو كان في عندكم أملاك غير المنزل هذا اللي ذكرته في مدينة يافا؟ والله في يافا عندنا قطعة بقول لك هذا على البحر 730 753 متر معك وجانا. إذا ممكن نعرضه على الكاميرا حق أبو صلاح. بتاعت هذا عرضنا نشوف قطعة الأرض كمان. مش مشكلة نعكسها. أيوة إذا ممكن لفوق شوي لفوق شوي لفوق لفوق. أيوة بس ننزل شوي شوي حتى الكاميرا تأخذ الكوشان. ماشي شكرا. بدنا نحكي عن يافا. اي واحد ما عاشش يافا ما شافش يافا مجرد ما نذكر اسم يافا يقال البرتقال. فماذا تقول عن برتقال يافا حاجة وصلاح؟ والله برتقال يافا ما بنتسى. نعم. يعني بدي اقول لك الحبة بكتيت كيلو اكل من كيلو او كيلو. نعم. لكن توكل بتقدر تكمل حبة منها. نعم. الريحة بتاعتها لما انت تبلوكها الريحة بتاعتها تتعطر منها. نعم. ديك. نعم. وجسمك تعطر منها. اشتغلت بالبرتقال؟ لا والله ما اشتغلت. نعم. بعدين على فكرة البرتقال بكاد ينباع بالكيلو. العدد. نعم. المية بشيلين او 10 كوت او 15 هو كبرى او جنسة. نعم. المية بعشر كوت او بشيلين. نعم. او كده. نعم. بس. عرضت لنا كوشان البيت والمنزل. تملك وثائق ثانية من نوع هوية فلسطينية من نوع جواز سفر أي أوراق رسمية ثانية؟ والله أنا هوية من يافا. أي هوية؟ إذا ممكن تعرض لنا إياها على الكاميرا هوية يافا. أغلبك حج. أيوة بالضبط. تقدم شوي بس إذا ممكن. أيوة 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 شكرا لك. بدنا تذكر لي أسماء أشخاص مشهورين من مدينتك كانوا في سنة 48 وقبل 48. ناس كانوا أخذوا منحة العلم منحة الدراسة بالأزهر كان لهم دور مع المجاهدين. والله لو بدك يعني تقول احنا بالمنطقة عندنا بعد 48 دلوا جماعات يقولوا لك ثوار قبل 48. قبل 48 ثوار. نعم. دول كانوا ضد الإنجليز. نعم. منهم محسن سلامة بعدين عبد القادر الحسيني. نعم. الجميل الحسيني. نعم. جمال الحسيني. هذول جماعة بكو تقول رمز يعني الشعب الفلسطيني في قبل 48. نعم. وهم من مدينة يافا. وفي من يافا ومن القدس. نعم. بس لأن هم الجماعة هذول هم البكو يعني رمز للشعب الفلسطيني في قبل 48. نعم. ممكن تذكر لي أسماء بعض وجهاء مدينتك اللي كانت مهمتهم إصلاح ذات البين بين الناس والألفة والتقارب؟ والله بدي أقول يعني في الجماعة دول بكون مش معروفين للناس يعني بكون يجتمعوا في قهوة داود عايش وبكون يعملوا زي ما تقول جماعات خير. نعم. ومعروفين. نعم. واحد منهم يقولوا لا أبو حسن زكي رحمة. نعم. وشيخ إمام بكر. نعم. ويأخذ يعني معاه اختيارية وبعد مرة يطلع أبوي معهم وروحوا ويصلحوا بين البنين يعني. نعم. الناس متكفين مع أطوار خزة زي أيام عندنا. نعم. يصلحوا بين الناس. حاج أبو صلاح بدنا نتوقف الاستراحة قصيرة وسنعود إن شاء الله في القسم الثالث. شكرا. الآن نحن في القسم الثالث من هذه المقابلة مع السيد صبحي خليل أحمد السبع من مدينة يافا من مواليد عام 1933. وكنا في نهاية القسم الثاني قد وصلنا إلى سؤال الحاج أبو صلاح عن أملاكهم في مدينة يافا وقدم لنا وثائق رسمية وكواشين وهوية شخصية له يحملها منذ عام ما قبل 48. ونستكمل عن سؤال الحاج هل قمت بزيارات
للمدن الفلسطينية قبل النكبة غير يا غير مدينتك يافا؟ أنا والله رحت على حيفا. شو بتتذكر من حيفا؟ حيفا يعني بدك تقول بتشبه ليافا. نعم. مدينة منيحة كبيرة. نعم. فمريت منها مرة يعني، لأن بكينا احنا رايحين على الطبقة هذه الحمة كلها فيها المية المعدنية. نعم. قعدنا حوالي شهرين احنا وابوي هناك وامي. نعم. فكنت صغير يعني من 10 أو 9 سنين 10 سنين. وابوي ارسلني من برا من الحمة، رحت على يافا، مركت عن طبرية وعن حيفا وعلى ورحت على يافا اجيب مبالغ لابوي. نعم. هاي المدن اللي مريت فيها شو متذكر منها؟ شو الانطباعات اللي عندك؟ والله انطباعات يعني فكيف كاني انا يعني وطني ماشي بمدن عربيه اللي هي فلسطين. نعم. يعني فكيف افرق بين يافا او طبريه او حيفا. نعم. او يافا، فكيف اقول هذا يعني كل هذا وطننا، وطن فلسطين عربي. نعم. فكناش احنا نفكر ان نيجي ايام ان احنا نصير نسمع فيه سمع هذا، ان مكاننا وطننا، مكاننا مدن، مكاننا كذا. احنا يا عمي جماعه متحضرين قبل اليهود. والله يا عمي اذا بدك تيجي تطلع ان اليهود بكت في سنه 41 يعني مره بقوش يعني عندهم حضاره زي حضارتنا احنا. نعم. احنا كنا سابقين بالحضاره كثير. نعم. اليهود. واليهود بكى لما احنا يدخل الاشي رأسا البلدية بكت عندنا قوية يعني زي حكومة ثانية، زي حكومة الانتداب بكت معطية السلطة البلدية كحكومة يعني. نعم. بكت تخالف، بكت تحبس، بكت تعمل كذا البلدية يعني بكت تحكم. نعم. هي محاكم البلدية وتحكم الإنسان اللي يعمل شيء غلط أو كذا. فبكينا إحنا أن اليهود يعني منين جابونا أنا دول في الآخر؟ صار جابوهم من بريطانيا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن اسكندا ومش عارف شو. نعم. ومن روسيا ملوا الدنيا بعد احتلال الحلفاء المانيا. نعم. كل معروف لو قبل الاحتلال والله ما بقى 20,000، ما كانش 20,000 يهود هنا في فلسطين. ايش تل ابيب صارونا وتل ابيب بس مش غيره. نعم. سناتي على ذكر هذا بالتفصيل. بمدينتك يافا كيف كنتوا تحتفلوا بالمناسبات الدينية من نوع مناسبة المولد النبوي الشريف، الأعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى؟ والله بدي أقول عيد الأعياد عندنا يعني تختلف عن الأيام هذه. نعم. عندنا في رمضان بكان تقبل البلد هادية وموجود يعني الأكل، الناس تشتري والناس تودي لبعض والناس تزور بعض وبقى في خير كثير يعني. الانسان اليوم بيش يعني بقى الجار تلاقيه المغرب مش عند اكل. نعم. تلاقي الجار بيسال جاره وبشوف فلان وبشوف يعني جيران مع بعض بقوا يجتمعوا اربع جيران يفطروا مع بعض. تلاقي الجار بيعرف الجار الثاني شو عنده شو عليه، بيشتغل بيشتغلش كذا. اليوم ما فيش من هالشيء هذا. نعم. الأعياد يعني عندنا بكت رمضان شيء روعة يعني بالجاهزيس الليل وفي الجوامع والصلاة والأذان والأعياد عادية يعني بكل الناس يزوروا بعض ونقلهم من قرية لقرية لمدينة إلى أهل اللي إلى رحم اللي إلى كذا يروح عليه يعني بكونش الناس يقطعوا بعض. نعم. زي اليوم يعني أنا بتذكر بكاش في سيارات بكروا على في عربيات الله عز الخيل وهذه طنبو من الطولات هذول. نعم. حط خشبة طويلة من هنا خشبة طويلة من هنا ويقولوا عن 5-6 وعن 5-6 وبعدها صار جلال صصات من أول والحنطور هذا. نعم. هو اللي بكى الرئيسي عندنا في تنكل الحنطور أيام 42-43 وبعدها جت سيارات خفيفة يعني. اما بكوا الناس يزوروا بعض الاعياد وفي المناسبات وفي ما كانش حدا يعني يقطع حدا. كنتوا تشاركوا بالمواسم؟ جميع موسم النبي صالح، موسم النبي موسى. والله هذول زيارات بقينا نزورها. نعم.
روح زيارات يعني زي تقول عيد واحد يعني يطلع هو عادة يشموا الهواء يروحوا عندنا بصالح نروح كذا. لكن عندنا احنا في العجمي يقولوا لها منطقة اسمها مش مشكلة يعني. ممكن نتذكرها خلال المقابلة. نعم يعني بقول الناس يقاطوا بعض، بقول الناس يروحوا بعض يحبوا بعض لكن الأيام هذه غير طبعا الأيام زمان يعني. حج أبو صلاح بدنا نحكي عن الأفراح وعن الأتراح، وبدنا نبدأ بالأفراح بالزواج. خلينا نبلش من عند كيف كانت العادة لما بده ناس يروحوا يطلبوا إيد عروس، كيف كانت العادة المتبعة؟ والله يقولوا أطوار أطوار زي اليوم يعني جاهة المقصود جاهة نعم. تروح وتطلب تأخذ في ناس بيطلعوا يعني أنا بتذكر إحنا يعني أنا لما أنت ذكرت لنا إنه والدك زوجك في عمر 16 احكي لنا عن تجربتك، كيف رحت وطلبت العروس؟ يعني راحوا جماعة وطلبوا وأبوي معهم نعم وطلبوا من نعم. أبوها وابوها اعطى وحدد الوقت كويس هذا صار قبول وايجاب وانكتب الكتاب انكتب الكتاب ورتبته لموعد العرس. العرس احكي لنا عن العرس كيف كان يتم بيافا. والله العرس بكى على الخيل يعني اغلبها ركبوا على الخيل او يطلعون الجامع قبل يوم الفرح. كم يوم كانت الافراح تتم؟ ثلاث أيام. كنتوا تختاروا أيام محددة مثلاً أربعة خميس جمعة ولا ثلاثة ولا أحد؟ يوم ما يبدأ دوم من المغرب يعني ما بعد عليه تقول. نعم. يجي يحددوا معناه والله تبقوا الليلة. نعم. ثلاث أو اثنين أو لا. ثلاث أيام بعدها ثلاث أربعة الخميس. ممكن توصف لنا السهرة قبل يوم العرس كيف كانت سهرة الشباب؟ والله يعني بكون دبكة. نعم. دبكة الأكتوب بعض نعم والزجالة بتذكرهم يغني واحد يغني معهم محرم أو شيء نعم بتذكر. بتذكر إشي كان يحكيه هذا اللي يغني؟ والله يعني بتذكر شو نعم يغضب بك تيجي زي مديع عند البلاد نعم بس والله ما بتذكر شو يعني يخطفوه اختيار هذا واحد يكبه خصوصي لشغلات نعم. هذه هو خصوصي لشغلات هذه نعم هو يغني ومردوا عليه أما الكلام والله ما نتذكره مش متذكره. طيب متذكر الملابس اللي كان يلبسها العريس كيف ممكن توصف لنا شو لبسوك انت؟ والله أنا لبس بدلة رسمي فرنسي جرافة نعم وقميص منشح نعم يعني كل لك الحق والله توصف لنا يا او توضح لنا شو القميص المنشأ النشأ هذا بكينا القميص يجيبوا نشأ ويذوبوه يحطوه على الكبة عشان الكبة توقف ويكوه نعم يكوه ويحطوا عليه شريطة ويكوه يصير يابس نعم فهيك بعد يكون النشأ هذا نعم. طيب العروس شو كانت تلبس؟ شو لبسوها العروس يوم الفرح؟ برضه بدلة بيضة نعم وصف لنا كيف الزفة يوم العرس. والله الزفة من كلك بقول يطلعوا يا إما من الجامع نعم يا يطلعوا اثنين يسكوا واحد من هنا وواحد من هنا يحطوا كرسي نعم وكل ما مشوا شوية يحطوا كرسي ويقعد عليه نعم أو يصيروا يرقصوا ويغنوا أو الواحد وراه حامل كرسي والله يعني. طيب لما هذول اللي ماشيين معه وراه متذكر إشي كانوا يحكوه كانوا يرددوه بالزفة؟ عريس زين تهنى عريس زين ملا مش عارف ايش كلام زي هذا يعني نعم نسيم عادة القوط كانت موجودة عندكم؟ موجودة. كيف ممكن توصف لنا؟ والله القوط بكوا يجوا يفتحوا محرمة طاولة ويحطوا محرمة عليه نعم فبكى يجي واحد يبارك ويحط المبلغ اللي بده نعم ننتقل لجانب آخر من الأفراح، بنحكي عن حجاج مدينة يافا. كيف كنتوا تودعوا حجاجكم اللي بدهم يتوجهوا للديار المقدسة لأداء مناسك الحج؟ والله الحجاج هذول بكوا يطلعوا من طريق غزة. نعم. ما بكوا يطلعوا عن طريق يعني منطقة ثانية، عن طريق غزة. نعم. في منهم يطلع عن طريق غزة
على مصر على الطيارات الكادر زي اليوم. في ناس يطلعوا عن طريق غزة يركبوا بواخر باخر من غزة على الحجاز. نعم. بكون ناس يعني المقدر. يعني أنا بتذكر 42 أبو الحاج كنت صغير، أنا أصغر من إبراهيم، رحت أنا وأخوي معه على غزة. نعم. ونمنا عن جماعة هناك على أبوي، والصبح أبوي طلع في على من غزة في الباخرة على الحجاز على مصر طريق مصر. نعم. الحجاز. كيف كنتوا تودعوهم الحجاج؟ يعني عادي بتبوس بعض وشو كذا. اما اللي بقول يودوا النسوان يصير عيطن وكذا ويجي في البلاد الدور، بس احنا اللي بكاد يروح مع على غزه يطلع معهم على غزه. غزه مش كادر ما يروحش. طيب ادوا مناسك الحج وعادوا، كيف كنتوا تستقبلوهم؟ هو استقبال بكاء استقبال حار، وبعدين بكاء نزين ويذبح وقروق ويخشق عنا، وتطلعوا تستقبلوهم برا مع كوبايات. بقينا لما يجوا. نعم. معنا من طريق غزة ويجوا أهو على البساط تحت طريق شو اسمه هذا في بساط بجي طلعنا على غزة بكو. نعم. في منطقة هي عجمي الله أكو يجوا هناك ويستقبلوهم هناك، أما في ناس يروحوا على غزة يستقبلوهم على الميناء. نعم. من غزة. نعم. لما ينزلوا من باخرة يستقبلوهم. بدنا نحكي كمان بالأفراح، حالات الولادة والطهور، أبو فلان أجا ولد، كيف الناس تهني كيف؟ والله بكون يعني تكون يعني في اليوم من بحب الولد أكثر. نعم. من البنت، فبقول لما يجي ولد يعملوا يعني إحضار كثيرة. والطهور؟ والطهور بقول شو في عنده أودج جمال وجمال. نعم. يعملوا الهودج وركبوه على الجمل، ويحطوا عليه ذهب، لبسوا ذهب وما أعرف إيه. نعم. هذا أيام زمان. نعم. إحنا بنقصد الأيام هذيك. طيب ننتقل لجانب ثاني من الموروث الاجتماعي، بدنا نحكي عن الأتراح. لما تحصل حالة وفاة عندكم بالمدينة بالحي بالحارة، كيف كانت الناس تواسي بعضها تعزي بعضها، كيف تشارك بحالات الدفن؟ هو الناس وقت يعني تقول عندها إيمان بالله أكبر من ديره كثير، يعني بقوا المصاب وسوء كثير يعني. نعم. يعني فيش واحد روح إيده ضابية إذا فاضل ما يروح. كم يوم كانت تستمر أيام العزاء؟ والله ثلاثة أيام. ثلاثة أيام كاملة. ثلاثة أيام. نعم. المشاركة بالدفن كيف كانت تتم؟ الناس اللي في القرية أو حارة يعني كل بيطلع. نعم. يعني حارة تقول رميلة أو سكاك البطمة أو شارع فؤاد الدجاني، شارع المنشية، شارع المزهة. نعم. تلاقي كل المنطقة اللي هم فيها يطلع معها. كيف ممكن توصف لنا حالة التآلف والمحبة والتعامل بين الناس كانت بحارتك مع الحارات الثانية؟ التعامل بقى طيب لآخر درجة. نعم. يعني عندنا بكت احنا يافا تقول فيها زي عمان اليوم جميع الأجناس فيها، من سوريا دول كل الحوارنا القرآن، من مصر مصاروة، يمنيين. نعم. يعني من جميع الدول العربية في موجودين، لكن تكريم يا أخي كأن منك وفيك يعني ما فيش فرق، يعني يجي يقول هذا مصري هذا سوداني هذا كذا، مسلم عربي خلاص أخوك. نعم. أخوك. وحالة التآلف اللي كانت بين المسلمين والمسيحيين مدينة يافا شو ممكن تحكي عنها؟ والله يا الله. والله. نعم. يعني شو احد من الاخوه. نعم. والله ما كان احنا جارنا ايليا. نعم. ايليا تمام جنبنا جارنا يعني. والله ما كان لما احنا نصاب يجي زي واحد مسلم وعزيك ويعني
وكل لك يعني ان لا يرجعون كذا يعني اللي مش عارف الصبر ولا نعم. على ماذا يدلل هذا؟ يدل على الحب الاسلامي نعم، وانه شعب واحد وشعب واحد والله الواحد ما بقى يفرق بين المسلم والمسيح نعم. حج ابو صلاح لما كان يصل الخبر شهيد من مدينة يافا، من حارتك، من أقاربك، من قرية مجاورة، كيف كان وقع الخبر على أهل المدينة عليكم؟ والله الخبر بقى يكبر يعني إذا كان رجل دافع بسبيل الله نعم. كان رجل غريب نعم. وعراس نعم. كيف كنتوا تشاركوا بتشييعه؟ يعني الناس وقت لما يطلع شهيد نعم. وبيقلوه هما الناس يطلعوا في طبل وعلام ومعلام وكذا ويشي. تذكر اشي كان ينحكى بهذه المناسبة في مقام الشهادة والشهداء؟ والله ينبى يعني تقول ان الشهيد حبيب الله الشهيد يعني كلام زي هذا هيك نعم. نذكر ان الله سبحانه وتعالى كرر الشهادة وربنا كذا ويشي نعم. احنا تقريبا انتهينا من القسم الاول من الاسئلة، ننتقل للقسم الثاني. ممكن تحدثنا عن المناوشات والاحتكاكات التي كانت تجري مع قوات الاحتلال قبل الهجوم الرئيسي على مدينة يافا بين العرب وبين الانجليز؟ نعم. الانجليز بقى يعني بدي اقول لك العدو الاول بتاعنا اللي هو الانجليز مش الاسرائيليين. نعم. الانجليز بكت وما يعني بايدها في حكم الشرطه يكون شرطه اضافيه عنها. هذه بكت رئيسها الانجليزي مستر والله بكيت عارف اعرف راسي لان ابوي بكى مستر مكفل السجن من اكل ودي اكل للسجن على النفور ودي خبز مخبز للسجن نعم مستر ليز المستر ليز انجليزي نعم. وهذا رجل يعني يبدأ كل لك متنكع يعني في العربي لغة عربية فصحى فصحى عربية فصحى وحاطينه هو الحاكم العسكري في مدينة يافا وبقى سعادة الجلاد ضابط كبير يعني حوالي نجم سعادة الجلاد بقى هو مسلم رئيس الشرطة فبكى تقول المناوشات العربية الثوار هذول ما يطلعوش إلا بالليل يغاروا يغيروا على المحلات اللي فيها الجيش البريطاني بيقولوا عنها مناطق تجمع بريطاني يضربوا فيها يضربوهم لكن البريطانيين هذول كانوا متصممين على ان فلسطين هذا اليوم وبكوا لما طلعوا بعد ما طلعوا بحوالي يمكن بعد 48 كل ضباط البريطانيين ظلوا ما طلعوش ظلوا مع الاسرائيليين يضربوا فيهم وين ما احتلوا فلسطين مع الانجليز مع اليوم نعم. الاحتكاكات اللي كانت تحصل مع العصابات الصهيونيه قبل ال 48 الصهيونية هذول قدرين ان بقوا زي اليوم بيضربوا ويضربوا نعم والله مرة حطوا لهم باب سيارة مركب ورمج لهم باب سينما الحمراء بور يعني بقت الناس بتجمع يعتبر على السينما ورمج لهم وظل السيارة لها أربع تلاميذ معه طريقة هذيك اللي عند شارع اللي قلت لك عنها اسكندر عوض على اليمين تطلع على السعيدية والسعيدية بعد تلتبين نعم يعني فيش مسافة رموه وطلعوا راح حوالي 32 واحد باب السينما الحمراء أي سنة تقريبا هذه؟ سنة 42 نعم إذا انتقلنا للسنوات الأخيرة قبل 48 يعني نحكي 47 وبداية 48 نتذكر شو أبرز الاحتكاكات والمناوشات اللي كانت تحصل معهم؟ اليهود ما كانش تعبوا فلسطين اليهود ما كانت تضرب قنابل موتر من تل ابيب ومن صارونا على المدينه على المدن يافا يعني اللي ضربوا بقى جارنا نعم المدن يافا نعم ضربوا ثلاث اشهر هم ضربوا فينا
القناع بالموتر. نعم. ولما يروحوا جريح ينجرح يلتموا 4-5 يبجكموا ينزلوا على بوكهم يصبطوا هذول معهم. نعم. طيب كيف تكونت لجان الدفاع عن المدينة بالحي اللي كنت فيه انت؟ والله احنا في ابو كبير في لجنة صارت من اهل يافا. نعم. وقلبوا من كل ليلة اثنين مجاهدين طلعوا يطلعوا. والله انا بتذكر اولاد اختي اثنين ابوي اطلعهم احنا اربعة بكينا كان اثنين خليهن الي واثنين لله المجاهدين. اطلع اثنين يجاهدوا بكوا يطلعوا من الصبح للمغرب على ابو كبير. نعم. يجاهدوا مع هذول وايش يا اخي كل واحد يشتري هو يشتري يعني هذا اللي كنت بدي اساله سلاح من وين امنتوه؟ هو بكى ابوي يشتري بكى فيه. نعم. بكى فيه عند قاول داوود عايش بفلسطين زي اليوم. نعم. كيف اليوم بفلسطين في العراق وابو الدعاسع بفلسطين عند قاول داوود عايش كم لميت ب 75 كر. نعم. الفشا كم شلل. نعم. بتاعت البارود الانجليزي كذا بتاعت الفرنسا وكذا يشتري الواحد 20-30 بشكة قديش مع مصاري يشتري فيه. نعم. اللهم كان هذا السلاح يعني كنت تشتروه من فلوسكم الخاصة من فلوسنا الخاص مش تبرعات ابدا ابدا والله عمر ما دولة عربية اعطتنا بشكة. نعم. ابدا. نعم. ابوي انا بتذكر اشترى بحوالي 1000 ليرة سلاح وبرو. نعم. طب كان في عندكم استحكامات؟ استحكامات كان فيه؟ لا ما هو اسرائيل ما كنت ما حضرتناش. نعم. اسرائيل بكت ضربنا كلام الموتر ما عبرت يافا مدفعيه بس ابدا مدفعيه ظلت تضرب 3 أشهر لما نظفت يافا. نعم. عرفت يافا نظفت وهربوا وما ظلش فيها حدا كل واحد حط نظاره اذا ظل ناس يعني حط شريطه بيضاء حط شباك او حط بالضبط. نعم. نعم. اما اليهود تعبر او هجمت على يافا وصار مقاومه في يافا ابدا يعني. نعم. بدأ. حج أبو صراحة نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في القسم الرابع إن شاء الله. شكرا. والآن نحن في القسم الرابع من هذه المقابلة مع السيد صبحي خليل أحمد السبع الحاج أبو صراح من مدينة يافا من مواليد عام 1933. وكنا في نهاية القسم الثالث قد وصلنا إلى سؤال الحاج أبو صراح عن المناوشات والاحتكاكات التي كانت تجري مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 48 في مدينة يافا، وتحدث لنا بالتفصيل عن لجان الدفاع التي تشكلت وعن المواجهات وعن الدور اللي كانوا يقوم فيه أهل المدينة بالدفاع عن مدينتهم. تذكر الحوادث أو الحادثة التي حصلت في دير ياسين، شو كان انعكاسها عليكم في المدينة؟ والله احنا بالمنطقة عندنا في يافا فكأنه أفضع من دير ياسين. نعم. فكأنه كل يوم يروح 20-30 واحد في يافا. ممكن تشرح لنا إياه هذا بشيء من التفصيل؟ والله إذا بدك تطلع بقول اليهود بكت القنابل الموطر هذه اللي جابت المياه بريطانيا يعني يضربوه بهبل علينا من حوالي ما يمكن كل يوم 10,000 أو 15,000 أو 20,000 قنبلة موطر تنزل على مدينة يافا. نعم. فكنا نقدر نطلع على دير ياسين ولا على سلمة ولا على قرية ولا على كبرعانة ولا على ساكية يعني كل القرى مقطعة من عندنا. نعم. فكنا نقدر نصلى حدا يعني. نعم. نفس المجاهدين الثوار بقول الثوار بقولهم ما يقدروا يطلعوا من مدينة يافا اللي جاهدوا في أبو كبير وعند نيتر هذا منطقة نيتر هذه عند يزور بين يزور وبين بين أبو كبير هذه منطقة يهودية اسمها نيتر. اليوم بيستعملوها كان مستشفى ما أعرف إيش بيستعملوا فيها. هذه هي منطقة اللي بكوا يتجمعوا فيها اليهود هي نيتر. نعم. فبكى أغلب الناس أغلب المجاهدين صبين على منطقة نيتر هذه بتاعت اليهود. نعم. وأنا بكى يجي أسلحة من بريطانيا. ساعدكم مجاهدين من غير اهالي مدينه يافا؟ بقول لك احنا ان اليهود قطعت اوصال القرى عن المدن. نعم. ما كانش يقدر يجي يعني الثوار يجوا من منطقه بهدف 48 لحكي. نعم. كمان طلعنا بشهرين او ثلاث. نعم. انه يقدر يجوا من القرى اللي هي جنبنا جنب يافا.
يجوا على يافا ما يقدروش، ولا اللي عند في يافا يروح هناك، لان اسرائيل مساعد بريطانيا وكانت محتله وعارفه الطرق وعارفه المواصلات وعارفه كذا، فيقطعوا زي ما بقطعوا كده الضفه الغربيه الطرق الرئيسيه يعملوا فيها كمان البريطانيين والاسرائيليين. نعم. فاي ثوار يرجعوا يعرفنا في كمين يرجعوا، ما فيش يعني اللي الطريق اللي نروح فيها بتاعين يافا دافعوا عن يافا بتاعين. طب انتوا اهالي مدينه يافا قدمتوا فزعات نجدات لقرى مجاوره؟ والله قبل 48 بال 41 وفي 42 بكى. نعم. بكى فيه انه يطلعوا ناس يجوا سيارات تركات ينادوا يعني الجهاد الجهاد اللي معه بروده اللي معه عنده اسلحه عند فجاه يطلع بالسياره وروحوا. نعم. مناطق فيها يهودي تبكوا معي. قبل ما تهاجروا من مدينه يافا استقبلتوا لاجئين من قرى من مدن مجاوره؟ والله احنا هاجرنا من يافا ما عدا هاجر علينا. نعم. اللي بقوا يهاجروا من القرى بقوا يطلعوا على اللي تعرمنا. ما بقوا يجوا على يافا. نعم. بقوا يطلعوا بخارج ما يطلعوا الداخل. نعم. الداخل. ممكن توصف لنا كيف تمت عملية انسحاب الجيش البريطاني من مدينتكم؟ والله هو اسم انسحاب ما انسحب. هو اسم انسحاب اجت باخرة وقالوا انه في 14 شهر بدنا ينسحبوا، لكن ما انسحبوش يعني. نعم. اما ما انسحبوا. إلا ما انسحبوا بس قالوا إنه انسحبوا، لكن والله يا عم أغلبهم ضل وهربوا مع اليهود زين انسحاب بس. يوم سقوط المدينة وعندما بدأت الناس برحلة الهجرة وين كنت حضرتك موجود؟ والله أنا بقول لك يعني أبوي طلع على تبة إنه يرجع أخذ النسوان وشي وطلعوا على دير قديس عن طريق الليد. نعم. وخلاني انا في الدار، قال يا بابا دير بالك على الدار ناس حراميه وكذا يعني دير بالك انت وخالك في خال ابوي يا رب. نعم. اختيار. فظلينا موجودين احنا يعني انا بكيت، انا الله شهيد علي اني بكيت في عندنا برميل حديد اني احطه على حالي واقعد تحت برميل حديد من قنابل الموتر. نعم. من قنابل الموتر. وبعد مرات ما قدرت اروح عشان الدكان والدكين تسكرت. في عندنا فول مدهوش وطول شوي يصير اكرش. اصير اكرش يعني فول مدهوش. نعم. اوكي. نعم. لكن اكل ما فيش يعني. بعدين اجى اخوي من مصر رجع من البحر الكبير. قالوا له انه موجود اجى اخذني طلعت. فلما طلعت حطوني تحت الفرشات ومعنا اغراض يعني بشيء. نعم. واستاجر سياره اخوي 250 جنيه فلسطيني وطلعوا اولاده ومرته يعني ما كان عنده ولدين. نعم. فحطوني انا تحت الفرشات تحت ما بقتش عمري 16 سنه متجوز جديد. وزوجتك؟ اخذ ابوي روح على البلد. قبل ما تغادر انت؟ هو بقى معها ولد يعني ولدت في 46 جابت ولد في 47. نعم. او من الخوف مات مسكين. الخوف مات فاخذنا اخوي والله حطوني تحت الفراش وطلعنا على عن طريق القريه وسلمه وعن طريق يزور بنيتنا هناك والله ان شفنا الشباب معلقه من على كيبها زي القرفان. كيف ممكن توصف لنا اياها هاي الحادثه؟ والله هذه الحادثه ان ما بتتصور حوالي 50 60 شاب معلقين من رجليهم وشعرهم طويل ورجليهم هيك. الشباب هذول منين؟ من يافا والاربين يعني من السيارات لقطوهم. نعم. ومين اللي معلقهم؟ اليهود. نعم. باب نيتر. نعم. بعطين باب نيتر منطقه حديد بحوالي 40 متر 50 متر حديد على مثلثات ومعلقين الشباب فيهم مشان يخافوا اللي بيطلعوا. هذا زي ما عملوا بدرسين قتلوا مش الناس طوروا. نعم. ذبحوهم وبعطوا نسوان وكذا. فهم هذول بحطوا هذول الشباب 200 وفي مذبوحين منهم وفي الله اعلم فيهم مشان يخوفوا اللي بيطلعوا. نعم. انه شوفوا هاي مصير شباب.
نعم. والله هذا صار. تتذكر بأي شهر غادرت مدينة؟ والله أنا تأت يمكن كاس رمضان. كاس رمضان. أما تكون في شهر رمضان أجب سبعة. شهر خمسة يعني. شهر خمسة. من الأربعين. نعم. رحلة الهجرة هذه بعد ما غادرت المدينة وذكرت لنا انه انت حطوك تحت الفرشاة. اه تحت الفرشاة. نعم. والله وين توجهتوا؟ توجهنا على اللد. الى مدينة اللد. اه من اللد طلعنا على دير القديس. قديش استمريتوا استمرت الإقامة في مدينة اللد؟ والله قعدنا يعني لبتنا الليلة في خان بقولوا خان الحلو. نعم. في ما هناك في اللد بكو فيش بقنضات يعني في عندك خناق. نعم. يقول عنها القنضة خان خان حلو فرشة ومخدة بالحاف بكرشين من غير الحاف بكرش مش عارف ايه. نعم. هذول القنات يقولوا لي. نعم. يعني من الليلة والله هناك انا واخوي واولاده ومرته وروحنا ثاني يوم على دير القديس. نعم. ذكرت لي حاجة ابو صلاح انه انتم بالاصل من قرية دير القديس. جدي الجد. نعم. جدي وانتقل الى مدينة يافا ووالدك ولد في يافا وانت ايضا ولد في يافا. ولدنا في يافا. نعم. دير قديس اداريا لاي مدينة كانت تتبع من مدن فلسطين قبل عام 48؟ لد. الى مدينة اللد. قضاء اللد. نعم. اذا توجهت الى قريتك دير قديس. دير قديس. كم استمرت الاقامة فيها؟ والله انا استمريت 51 في قرية دير قديس. نعم. بعد 51 جيت على عمان. واهلك؟ أهلي ظلوا في دير القديس. نعم. وما زالوا؟ أبوي ظل في دير القديس. نعم. أما إخوتي جدهم طلعوا على عمان. نعم. 52 53 كلهم. نعم. في عمان. طيب هذه المرحلة من 48 وسقوط مدينة يافا وبعد ذلك المدن الفلسطينية الأخرى واحتلالها. أنت استمريت في قرية دير القديس حتى عام 51. شو ممكن تحكي لنا عن هذه المرحلة؟ والله ما أمر على عذاب يعني لا عمل ولا شغل. نعم. طلعت اللد أيامها. ما هو بعدنا بسنة أنا اللي طلعت يعني. نعم. بعد مدة يعني طلعت اللد وأهل اللد استقر منهم عدد كبير عندنا في دير القديس وفي خربثة وفي القرى هذه بعد اللد. نعم. استقروا فيها وبطالة وبطالة وكذا وما فيش شغل وما فيش عمل يعني الواحد شو بده يوكل عن الشجر. نعم. تين كذا في بندورة في إيدي على شجر. نعم. نعم. بهاي الرحلة اللي بدأت من مدينة يافا وصولا إلى دير قديس والوقت اللي استغرقته كان يتوفر عندكم ماء طعام؟ والله في بقول لك إحنا في منطقة دير قديس. لا قبل ما تصلوا دير قديس بالرحلة هذه من يافا إلى اللد إلى دير قديس ولا شيء بقى لا في ماي ولا أحد يقدر ينزل من السيارة. أكل من السيارة ما حد يقدر ينزل. طب الأطفال شو كنتوا تعملوا؟ عيطوا ظلوا من يابا لما وصلنا اللد. نعم. ما وقفت السيارة إلا عند باب نيتر مشان يفتشوها اليهود. نعم. بس باب نيتر أين يقع بالضبط؟ عند جزور أول جزور في مدخل قرية يازور. نعم. ذكرت لي انه حصلت حالة وفاة لاحد ابنائك. والله هذا ما ولدته ما سبعش عندنا في يافا اسبوع وهجرنا طلعت مرضي مع ابوي. نعم. مع الولد. نعم. فلما روحت انا بعد حوالي شهر شهر ونص الولد مرض دكاتره ما في شيء لا في عندنا في البلد واللد صار فيها مشاكل وما كانش واحد يعني بينه وما فيش مصاري معاه وكذا. نعم. فتوفى الولد مسكين. رحمه الله. الأشخاص أو الجهات اللي قدمت لكم مساعدات برحلة الهجرة من نوع مأوى من نوع طعام من نوع شراب تتذكر صار في إشي منه هذا؟ والله ما هذا ما بكى منه بس. نعم. بكى أبوه طلع في 48 في 48 أطلع سيارة معاه لما جينا احنا من يافا على دير قديس. نعم. ابوي وليت انا هناك ابوي بكى مران حكيت لك انا بكى مران فاطلع سياره نص طحين ونص ابول. نعم. ما اخذها من عنده من فلما طلعت اللد
فأبوي صار يطبخ وبيعرف أهل اللد وبيعرف ناس كثير يعني أهل الأشياء. صار يطبخ أبوي بصارة، صار مع مخيخ ناشفة. وخبز صاروا وبرميل مي ومع بدبار عندنا في دير قديس، صاروا يطبخوا ويوزعوا على الناس الرغيف شوية طبيخ يحطوا له على يمسحوا له الرغيف يوتل يعني إنه ما كانت الكل الناس تحس ببعضها. نعم. حاج أبو صلاح، شو السبب المباشر اللي أدى بكم إلى الهجرة وترك مدينة يافا؟ ظلم. نعم. ظلم. ظلم ممن؟ من بريطانيا ومن العرب. نعم. ظلم من بريطانيا ومن العرب. ممكن. لو لقينا إحنا لو لقينا يعني بدي أجيب لك مثل وحضرت أنا. عبد القادر الحسيني. نعم. بكى بسوريا مشان يجيب اسلحه على القدس، على القدس وسلاحه، وراحوا يشتري مصاري ما باعوا. نعم. وراح اجى الخبر ان اليهود استحلوا القصر، رجع من سوريا وهذا شيء انا كريته بجريده الدفاع فاضي يدين ما اعطوا سوريا، فرجع كانوا بنفرش كيف بدنا ندخلك كيف بدنا نعطيك كيف بدنا كذا، بطل رجع لما قالوا له اخذ القطه ورجع وقتلوا والله اعلم من العرب اللي قتلوه له واليهود قتل من الخلف مسكين. لكن يعني السبب المباشر شو كان؟ ليش تركتوا المدينه؟ شو يعني شو تعرضتوا؟ تعرضنا نقول لك على القنابل المطر. نعم. اليهود ما دخلت ما لها عربتنا ولا وجعتنا، الفلاحية كلهم عند بنيتر يدافعوا بأبو كبير. نعم. الفدائية. نعم. الفدائية ما رموا أسلحتهم وأشهدوا بكل أخوان المسلمين برضه. تقصد المجاهدين اللي كانوا؟ برضه أخوان المسلمين اشتركت بالجهاد. نعم. وشو اسمه هذول الثوار اللي تبعين أحسن سلامة ولا عبد القادر الحسيني هذول اشتركوا. نعم. لكن ما كنتش قدروا يطلعوا من يابا. نعم. ذكرت لي انه استمريت بالإقامة حتى عام 51 في دير قديس قريتك. بعدها الى اين توجهت؟ على عمان. انت وزوجتك وعائلتك؟ لا لعادي لوحدك. نعم. اين استقريت؟ استقريت والله بالجوبة كانت. نعم. وماذا عملت؟ عملت فرهن. نعم. الى متى استمرت هذه؟ استمرت والله لحد الان. لما سلمت اولادي اشتغلوا بدل. نعم. بقيت لوحدك ام التحقت بك عائلتك؟ لا بعدها بسنتين جبت عيالي. نعم. منذ متى تقيم في هذا المخيم؟ والله انا بقول يعني صار لي 20 سنه. حوالي 20 عام؟ في مخيم فلسطين. نعم. كيف كانت البدايات في هذا المخيم؟ والله البدايات فكت يعني تقول مخيم على تراب وفي شوارع فيه وكذا. نعم. الواحد ما يقدرش يدخل فيه الا بجزمه الواحد وكذا. نعم. سكنت في الخيام؟ قعدت والله بتعوان سنتين. وصف لنا الحياه في الخيام. والله بالخيمه حياه بدي اقول لك شيء. نعم. بالخيام ولد لي ولد اسمه يا صلاح السبع. ايوه شهيد سنه 67. نعم. هذا ولد بكت ايام ثلج الدنيا. وطلعت انا تجيب اشوف حدا يعني سياره وهذا ما فيش يعني فيش فولد يعني تكون بالوحده ولد. نعم. في ايامها من هذا بن غوريون عملوا عيد لاسرائيل قال انا بشتركهم من الجيل بتاع 47 من كرب. نعم. راح هذا وقت ايش؟ 73 بكى الولد هذا مستشهد اللي ولد هذا اللي بحكي لك عنه بكى. نعم. مستشهد. نعم. يعني ولد في الوحلة مخيم حسين وعرف فلسطين وعرف يافا ان بلدها وراح وقال لي بدي اروح اقتل يهود في لبنان. نعم. وراح فعلا على لبنان استشهد استشهاد بطل وقتل 3-2 الله اعلم قديش قتل وانقتل. فقلت لابن غوريون بعثت رساله عن طريق لندن وقلت له في استشهد واحد في لبنان اسمه صلاح صبحي السبع ايوه بالجريده اللي كتبها اللي كتب هو هذا رئيس الوزراء الاولاني هذا اسمه
المهم قلت له هذا الولد ولد في مخيم العسير بالوحلة. نعم. وصار زلمة وحارب في لبنان وقتل يهود وانقتل واستشهد. نعم. معنا ما انقلب 48 هذا ابن المخيم الحسين من وحدة المخيم. نعم. اه والله. نعم. طب في بدايات الإقامة في هذا المخيم كان يتوفر ماء؟ والله بقى فيه مية بالشوارع. يعني بالبيت كان عندك لا حلبيات بالشوارع يعني مدوا من الشارع كل شارع فيه حلبيات. طيب كان في صرف صحي حمامات؟ والله حمامات والله في الشوارع جماعي يعني جماعي للنسوان مناطق وللزلام مناطق. طيب شوارع كان في شوارع بالمخيم؟ هو شارع رئيسي وشوارع بين الخيام. كانت مزفتة؟ لا اول ما دخلنا احنا يعني زفتت بدك تقول 67 47 50 51 56 56 الله لانه مثلا المركب الملكين. كان في مدارس؟ مدارس وكاله. وين كانوا يدرسوا الطلاب؟ والله بكون خيام. بالخيام؟ بالخيام والله. كم شخص كنتوا تسكنوا الخيمه؟ والله بكينا احنا تقول خيمه في كبيره وخيمه طنطور. نعم. الطنطورة أطوال اثنين فردين يعني. نعم. الخيمة الكبيرة هذه أطوال ثلاث أربعة يعني تجربتك أنت الشخصية كم واحد كنت تسكنوا بالخيمة؟ والله أنا أخذت خيمة أنا وأخوي أربعة. نعم. وهذه للنوم وللقعدة وللأكل مطبخ وحمام وجدي. طب شو ممكن تحكي عن هاي التجربة؟ والله تحكي للعالم يعني هذه التجربة استعملت ردت ولا بدها تصير. نعم. يعني فيش هيك اللاجئين بيطلعوا بطحوهم بغض دولتهم كاملة مع ان انا هيو موجود دولة فلسطين على عينها كتاجر دولة فلسطين. نعم. مش دولة إسرائيلية دولة فلسطينية. نعم. ومعترفين فيها هاي بريطانيا يعني هاي إحصانهم. أهلا وسهلا. نعم. أهلا وسهلا. نعم. بريطانيا معترفة بريطانيا معترفة إنها دولة فلسطين. نعم. شايف هاي أطلعوا لا في ده معترفين دولة فلسطين ومعترفين بجلال اللاجئين. نعم. هل تم تسجيلك ضمن سجلات هيئة الأمم المتحدة للأونروا؟ معي كرت ومع معترفين. نعم. الآن في لأهالي مدينتك وقريتك دير قديس جمعية خيرية أو ديوان؟ والله في جمعية بقولوا لها رابطة. نعم. رابطة مش جمعية. نعم. رابط الدير القديس فيه. شو الخدمات اللي بتقدمها لأهالي والله يعني إذا واحد ممتاز واحد يتيم واحد كذا بتحلنا تعطيه. نعم. هل قمت بزيارة بعد الاحتلال؟ بزيارة مثلا لمدينة يافا لدير القديس؟ والله يافا ما رحت عليه، رحت على دير القديس 97 في عام 97؟ بعد 30 عام ما عبرت. شو ممكن تحكي لنا عن هاي الزيارة؟ والله زيارة كانت يعني ما هيك زي واحد غريب نعم. يعني في شفته يعني هناك الأهالي الموجودين هناك تغير تقدم بالعرب. نعم. يعني أكيد الضفة الغربية ما في ثقة بالعرب يعني تاع كلهم ثقة في الأردن ثقة في لبنان ثقة في سوريا ثقة في مصر ثقة في السعودية ايش ثقة؟ نعم. بيعرفوا ان احنا نجيب شكل هذا تعين الضفة الغربية دير بالك لان ما حدا بنفحم ما حدا لا بنفحم ولا بنفحم. نعم. الدول العربية من كل واحد بحالها. نعم. شو شاهدت يعني شو التجربة اللي طلعت فيها من هاي الزيارة لدير القديس؟ أهاليها ما زالوا موجودين فيها؟ موجودين. موجودين. موجودين بعد يعني الكبار راحوا والصغار ولوا. نعم. حج بدنا نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في القسم الخامس والأخير إن شاء الله من هذه المقابلة. شكرا. والآن نحن في القسم الخامس من هذه المقابلة مع السيد صبحي خليل أحمد
السبع الحاج أبو صلاح من مدينة يافا، والأصل من قرية دير قديس قضاء مدينة اللد، مواليد عام 1933. وكنا في نهاية القسم الرابع قد وصلنا إلى سؤال الحاج أبو صلاح عن رحلة التشرد والهجرة والإقامة في المخيمات في بداية هذه التجربة. وأريد أن نصحح معلومة، أن عندما سألتك كم سنة لك تقيم في هذا المخيم ذكرت لي 20، فبعتقد أن المدة أطول. والله يمكن أطول. أنت في بدايات إقامة هذا المخيم سكنت فيه؟ والله يمكن 53 54 ما يمكن 55 في عام 55 سكنت في هذا المخيم. 55 عن التجربة، عن التجربة حج أبو صلاح للإقامة في هذا المخيم، وهي مشابهة لإقامة في المخيمات الأخرى، ما الذي تقوله لأبنائك لأحفادك للأجيال من شعبك؟ بالنسبة إيش يعني؟ بالنسبة للألم والمعاناة اللي مريتوا فيه. والله أنا دائما بقول لهم الشعب الفلسطيني. نعم. ما حدا شافها. بدنا تجربتك، شو طلعت، شو الدرس اللي ممكن تحكي لنا إياه؟ التجربة بتاعتي أنا يعني لحد الآن، بعد أنا بتذكر أنا بقول هذا معقول الإشي أنا صار معاي. نعم. معقول يعني إني أنا أصير معاي بهالصفة هذه. أنا أقعد جيت على عمان في 51، قعدت مغارة في السنين. بالمغارة. بالمغارة. طب احكي لنا عن تجربة المغارة. هذه في جبل الويد، في جبل المصدار. المصدار. نعم. هذه كان في مغارتين لواحد موجودة لحد الآن. واخدتهم وقعدت فيهم انا وابليه، اخذناها بالشهر تنتين مرتين. نعم. وقعدنا 3 سنين بالمغاره. بالمغاره. طب احكي لنا عن الحياه بالمغاره. حياه بدك تقول يعني حياه ايام ترجع لايام الحجري اللي بقولوا عنها العصر الحجري القديم. العصر الحجري القديم. نعم. اللي بقولوا يعني الله يعز لك صلي الواحد ما يصليش الا بالليل. فيش عندها مرحاض. نعم. مرحاض ما فيش عندها. نعم. يعني حياتنا بكى حياة. بالشتاء شو كنت تسوي؟ عادي زينا زي الموجودين هناك. نعم. هذه منطقة المصدار بكى أغلبها يعني من اللاجئين الفلسطينيين. نعم. اشتروا أراضي هناك وتوطنوا فيها لحد الآن يعني. نعم. فيها. نعم. في المصدار. أكيد، لكن يعني حياة المغارة إشي مختلف. لما انسان يعيش 3 سنوات بمغاره، كيف استطعت يعني انك يعني تتحمل هذه المعيشه؟ لان احنا ما هم ظلمنا من اول، ظلم حاضر. نعم. لما انت ما لازم توجد شيء لك. نعم. عندك شيء وبدك انت تتقاوى، يعني بدك اي شيء تتقاوى فيه. نعم. مغاره، خيمه، ايش بدك تتقاوى فيه. نعم. طب احكي لنا عن المرض، كيف كنتوا يعني؟ والله المرض ما كانش زي اليوم. كيف اذا واحد مرض كيف تعالجوه؟ وين تروحوا فيه؟ الوكالة، في وكالة الى مع خيام برضه. نعم. خيام يعني خيام عليها الصليب الاحمر. نعم. تعطيك حبوب، تعطيك كذا. اما امراض زي اليوم ما فيش يعني. نعم. يعني تقول انه في امراض يعني. انا عندي ولد حصل والله توفى اسمه حياة يوسف في خيمة. شو سبب الوفاة كانت؟ الحصب. نعم. ما فيش دواء. نعم. مش دواء الحصب يعني. نعم. أو. الوضع التعليمي كيف كان في بدايات الإقامة؟ والله البدايات بقى التعليم بالخيام بقول لك بداية 52 53. نعم. أما بعدها بنا المدارس وكان أبوك عاش. بقى التراب بالترابية يعني، روحوا الأولاد بالترابية وبشي. وبعدين بنوا أنا كمان. نعم. مدارس، بعدين صار يعني كل 54 55 صار مدارس. نعم. طب ماذا يعني التعليم بالنسبة لك بعد هذه التجربة والمعاناة والألم؟ كيف انعكس بحياتك؟ بالنسبة لأولادك لأحفادك؟ والله أولادي أنا بكيت مودي مع مدارس الوكالة. نعم. الخيم. نعم. الخيم زي أولاد المخيم وعلى الخيم. تعلموا في الخيم لما صار مدارس. بنا انتقلوا معهم. نعم. السبعة يعني بدك تقول 67 مكان مدارس موجودة وأرض مرأة يعني من مزفتة وكذا 67. نعم.
حج أبو صلاح بعد النكبة والتشرد والهجرة واللجوء والمعاناة، الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرار حمل الرقم 194. هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. أنت صاحب الخيار، وأنت وبإرادتك بدون أي تأثير أو أي ضغط. ما هو موقفك فيما إذا توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك؟ ماذا تقول؟ النص يعطوني بس يرجعوني. أقول لك ما يعطوني يجي، ما بديش اللي في اليابة بس يرجعوني. القرار 194 يضمن حقك بالعودة واسترداد ممتلكاتك. يعطوني يجي بس يرجعوني، يرجعوني عيابة. عما وين ولدت، وين ربيت، وين عشت، وين كذا. هل تقبل بالعودة إلى ديارك، إلى مدينتك، إلى بيتك حتى في ظل الحكم الإسرائيلي؟ لا 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 لا، والله لو بيعطوني الدنيا كلها. أنا على جميل يقول لك بقى عبرش يشلحون الجندرة. نعم. عالجسر لما بطل يشلحوا الكلام الله عزك روحت. نعم. أما هم يشلحوا ده الله أكبر، روح أجلح جندرة اليهود. نعم. لابس الجبعة كيف. هل هناك أي شيء ممكن أن يعوضك عن وطنك، عن أرضك، عن ممتلكاتك؟ ما. هل تقبل بالتعويض بديلا عن العودة؟ على أبو ما بتعويض ناقص. نعم. تعويض بلا بطيخ. طب من يقبل بالتعويض، ما هو تأثير قراره على أولاده، على أحفاده، على عائلته؟ والله أولادي وأحفادي بعد يحضرين. إما هو إذا أخذ هذا القرار قبل بالتعويض بدل العودة، ما هو انعكاس قراره هذا على عائلته، على أولاده، على أحفاده؟ والله جنة مكبر رايح. ما هو تفسيرك إذا قبل بهذا هو يقبل؟ أنا أكبر، أنا بكبله. أما إذا أولادي بدهم يقبلوا وحضرين إما لا لا لا، أقصد ذلك. أنا أقصد أي شخص يقبل بالتعويض بدل العودة، شو تأثير وانعكاس هذا القرار على أولاده وأحفاده؟ باعهم بها، باع أولاده وبعدين بعدين. حج أبو صلاح بعد رحلة التشرد والمعاناة والآلام اللي مرت على شعبنا وأنت جزء منه ولك تجربتك الشخصية في هذا المجال، كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي ودول العالم حيال النكبة التي عاش الشعب الفلسطيني؟ والله يبدأ كل العالم كله بخاف من أمريكا. إيش فايدة يعني أبداً؟ نعم. يجي بيد أمريكا. نعم. يعني بشوف روسيا هاي راح تفكك كفرة، بريطانيا وفرنسا وكل تحت أمر أمريكا. شو بدأ أقول لك؟ يعني أنا هذيك اليوم بقول لأولادي اللي قاعدين خراف ما خراف، بقول لهم هذه هيئة الأمم المتحدة، هذه وزارة خارجية أمريكا، وزارة خارجية أمريكا بس. نعم. بتمشي لأمريكا كل طلب إليها، على روسيا، على فرنسا، على بريطانيا، على اليابان، على الصين، كلها بمشي. نعم. حاج أبو صلاح، ماذا تعني لك يافا؟ يافا يافا بدمي بروحي يافا. نعم. ودير قديس قلبي الثاني. نعم. قلبي. كيف تشعر بهواها؟ عليل. نعم. أو عليل. أنا قلت لك يعني بسبب الأحديث لما رأيت على حيفا أنا عطبرية وعلى الحمة، فكيف أفرق إني أنا طالع غريب؟ أنا بكيف طايح من يافا على حيفا عطبرية، كراية كأنه طالع من داري أدار أخوي ودار ابن عمي ودار كذا طالع زيارة. نعم. ما بكيت أنا أفرق بين يعني أقول هذا والله يافا هذه يافا هذه. نعم. وطن هذا يا أحمد. نعم. عزيز. هل تذكرت شيء ممكن أن تضيفه في نهاية هذه المقابلة؟ أي شيء تريد أو تحب أن تضيفه؟ والله أنا يعني بدي أضيفه، بدي أقول له بس هل عرب التفاوض؟ عرب. نعم. الإسلام اللي عندهم ضمير تكوى الله بس. تجربتك اللي مريت فيها اللي بتحمل الألم والمعاناة، كيف ممكن أن تعكسها بكلمة لأولادك، لأحفادك، لأجيال شعبك؟ بماذا يتمسكوا؟ ماذا يعملوا؟ الله يشوف التمسك بالله بيت مو فضيلة، التمسك بالدين والإيمان هي أحسن وسيلة. نعم.
والإنسان إذا كان معناته ارتجع عن الإيمان يعني ما اتقى ربما نعم. نعم. هذا البرنامج هو برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، يستهدف تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية عن النكبة، الجهات المسؤولة عنه تحالف العودة إلى فلسطين في أمريكا وفلسطين في الذاكرة palestineremember.com. شكرا جزيلا للحاج أبو صلاح على الوقت اللي منحتنا إياه لإجراء هذه المقابلة التي تحمل معلومات قيمة جدا لحفظ الذاكرة الفلسطينية عن تجربتك الشخصية. شكرا جزيلا. أجرى هذه المقابلة عبد المجيد ياسين دنديس. إلى اللقاء في مقابلة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.